أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم البسملة في الوضوء؟ وأرجو التفصيل في ذلك، وهل صحيح أن من استمر على البسملة قبل الوضوء معتقدا أن ذلك سنة يكون فعله هذا بدعة؟ البسملة في الوضوء أجمع العلماء على مشروعيتها، لكن الجمهور يرون أنها سنة، لو تركها فوضوءه صحيح. الإمام أحمد يرى أنها واجبة، واجبات الوضوء، لو تركها متعمدا لم يصح وضوءه، إن تركها ناسيا أو جاهلا فإن وضوءه صحيح. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له شواهد كثيرة تؤيده وتقويه، لكن جمهور العلماء حملوا قوله لا وضوء أي لا وضوء كامل، حملوه على نفي الكمال لا على نفي الصحة، والإمام أحمد رحمه الله حمله على نفي الصحة. نعم.